دكتور أودمان، ما هو تفسيرك للقرار اللي خلصت إليه لجنة مولر؟ دكتور أودمان حضرتك سامعني؟ ألو ألو، أيوة أنا سامع حضرتك كويس جدا، سامعني يا دكتور؟ أنا شايفك. بسمعك لأنه انقطع مثل اللي انقطع الاتصال لفترة قصيرة. دكتور إدموند، ما هو تفسير حضرتك للملخص ما ظهر من تقرير لجنة مولر؟ أعتقد أن الرئيس حقق انتصار إلى حد ما، على الأقل فيما يتعلق بالتهمة الأساسية التي تم تعيين مدعي عام مستقل أو محقق مستقل كي يقوم بالتفتيش عنها، وهي تهمة التواطؤ بين ترامب وحملته الانتخابية وبين الروس، وذلك للتأثير على الانتخابات الأمريكية. من الواضح أنه حتى الآن من هذا التقرير ومن المعلومات التي بعث بها وزير العدل أنه لم يكن هناك تواطؤ بين ترامب وحملته وبين الروس. فيما يتعلق بالمسألة الثانية، وهي مسألة خطيرة جدا كانت بالنسبة للرئيس الأمريكي، وهي موضوع عرقلة العدالة، بأنه مثلا عندما طرد مدير مكتب التحقيق الفيدرالي جيمس كومي فأنه كان يقوم بعرقلة العدالة. بالنسبة لهذا الموضوع يبدو أنه لا تزال هناك بعض المناطق الرمادية. ما يقوله التقرير، ما قاله وزير العدل، أنه لا توجد أدلة تثبت ذلك. يعني لا يوجد أدلة، يعني كما ذكر الدكتور أحمد غانم أنه ترامب الآن بالملخص ده غير مدان سياسيا ولا قانونيا. دكتور إدموند مظبوط؟ حتى الآن صحيح، هذه نقطة مهمة. الآن تبقى بعض الأمور الأخرى، تبقى أولا هناك أمور أخرى لم يكشف عنها في التقرير. إذا كان هناك كما يتحدث البعض مثلا عن قنبلة موقوتة، ربما قد يقوم محققين مستقلين أو مدعين عام في إحدى الولايات أو بعض الولايات الأمريكية بالبدء بعملية تحقيق حول هذه الأمور، فأنه قد يكون هناك بعض المخاطر للرئيس. المسألة الأخرى هي أنه هناك الآن أيضا تحقيق آخر يقوم به وزير العدل في ولاية نيويورك حول ممارسات وتصرفات الرئيس، وهذه طبعا مفتوحة. ولكن الرئيس حقق انتصار لأنه كما قال قبل تقريبا حوالي نصف ساعة، لقد أثبت التحقيق أنه لا يوجد تواطؤ مع الروس وأنه لم يكن هناك عرقلة للعدل.